اختبارات أقرب أيدل كانت بالنسبة لي رحلة غير متوقعة، رحلة أقنعوني أصحابي إني أشاركهم فيها. أنا هناك كنت متوقعة إني هغني وهرجع البيت وأنسى اللي حصل. سبت شغلي وحياتي وجيت على بيروت عشان أثبت نفسي في المرحلة التانية وأثبت للي حواليا إن عدم تفوقي في الكلية ما كانش أبداً بسبب فشلي، ولكن لأن قلبي متعلق بالموسيقى. كنت رافضة إني أدرس أي حاجة غيرها. أنا ما وصلتش هنا لوحدي، أنا وصلت بدعم أصحابي وأهلي وأكيد جوزي. دايماً كانوا بيشجعوني ويقولولي اعملي اللي عليكي. دلوقتي جا دورهم هما كمان يعملوا اللي عليهم. صوتولي على رقم واحد. أنا إسراء جمال من مصر.